الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، وقفنا على دروس سابقة في ما احتوته من معان على مفاهيم العرش والكرسي، ولعل سؤالا يتبادر إلى أذهان بعض قصار النظر: هل ذكر العرش والكرسي في القرآن أو السنة أو أقوال العلماء يشعر باحتياج الله إليها؟ حاشا لله، ولذلك جاء هذا الدرس الثالث بعنوان استغناء الله عز وجل عن العرش والكرسي. ذلك أن الحق تبارك وتعالى عندما ذكر العرش والكرسي ليس إلا إظهارا لعظمته وبيانا لمقامه، وليس أبدا يفهم من هذا العرض أن الله عز وجل يحتاج إليها، بل هو مستغن عنها تماما. ولذلك أردت عزيزي الطالب أن أبين لك هذا الدرس وفق النقطتين التاليتين: النقطة الأولى نبين استغناء الله عز وجل عن العرش، نبين استغناء الله عز وجل عن العرش والكرسي والأدلة على ذلك، ثم نبرز الحكمة من ذكر الاستغناء عن العرش والكرسي. أما عن النقطة الأولى التي نتناول فيها استغناء الله عز وجل عن عرشه وكرسيه ونؤكد ذلك بالدليل، فإننا نلجأ إلى ما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يعيش في هذا المضمار ويدلي بدلوه ويمسك بأسلحته العقدية والفكرية وليؤكد على استغناء الله عن العرش، فيقول: وهو، أي الله تبارك وتعالى، مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء. الله في هذه الكلمة المباركة التي وردت من الإمام أبي جعفر تشير إلى أن الله تبارك وتعالى يستغني عن العرش وما دونه، أي ما دون الله تبارك وتعالى الله محيط به، ومحيط بكل ما في العرش، ومحيط بما خارج عن هذا العرش، أي أن الله تبارك وتعالى يتسع مقامه، وما هذه الأمور من العرش والكرسي وغيرها إلا دلالة على عظمته وليس في احتياج إليها، وحاشاه أن يكون. يشير الإمام أبو جعفر هنا أيضا إلى أن الله مستغنى عن العرش وما دون العرش كالكرسي وغيره، الله أيضا يستغني عنه لأن الله محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. كذلك قال الله تعالى: إن الله لغني عن العالمين، دلالة على استغناء الله تبارك وتعالى عن عرشه، واستغناء الله تبارك وتعالى عن كرسيه، واستغناء الله تبارك وتعالى عن كل ما سواه وما سوى هذه الأشياء. ويقول أيضا تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صريحة هذه الآية في إبراز عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه ليس محتاجا إلى كرسي، وليس محتاجا إلى عرش، وليس محتاجا إلى ما دونهما، بل إن الخلق جميعا هم الذين يحتاجون إليه. كذلك نأتي إلى النقطة الثانية وهي غاية في الأهمية: ما العلة إذن من ذكر الاستغناء عن العرش والكرسي؟ يشير الإمام الطحاوي رحمه الله إلى ذلك فيقول: لأنه لما ذكر، أي الله عز وجل لما ذكر العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش. ولماذا؟ ليرفع احتمال انصراف قصار النظر ضعاف النفس وضعاف الوعي وضعاف الرؤية إلى أن الله ذكر العرش والكرسي لحاجته إليهما، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون في حاجة إلى خلقه أو إلى ما دون خلقه. كذلك ليبين، أي العلة من ذكر الاستغناء عن العرش، ليبين الله عز وجل أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوقا للسافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، بل إن الحق تبارك وتعالى هنا يشير إلى عظمته وأن كل ما في الكون يحتاج إليه وحده. أيضا من بيان إبراز تلك العلل: السماء كيف هي فوق الأرض؟ هل السماء وهي فوق الأرض
الأرض السماء تفتقر إلى الأرض. هذه أقوال حقيقة يدخل فيها الفكر ويدخل فيها الجانب العقلي ليشير إلى جانب النصوص الربانية، إلى عدم احتياج الله عز وجل إلى العرش والكرسي. كذلك العقل يقضي بأن العالي ليس معنى ذلك أنه يحتاج إلى السافل. قال فالرب تبارك وتعالى أعظم شأنا وأجل قدرا من أن يلزم من علوه ذلك، أي احتياجه إلى الخلق، بل لوازم علوه من خصائصه هو، وهي حمله بقدرته للسافل. الله عز وجل رغم أنه الأعلى إلا أنه أيضا يحمل السافل، بمعنى أن السافل يحتاج إليه ويفتقر إليه، والله غني عن السافل ويحيط علمه بكل ما في الكون، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش، وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، سبحان الله عز وجل عن هذه اللوازم. فاللوازم تلك منتفية عن المخلوق، فكيف هي بالخالق سبحانه؟